أحبتي في الله، الإسلام والديانات السماوية عالجوا قضية الإسراف والتبذير وقضية الترشيد بحكمة ويسر. فالإسلام عرفنا من خلال القرآن والسنة المطهرة أن الترشيد في الاستهلاك، وأن عدم الإسراف وعدم التبذير هو طاعة لله سبحانه وتعالى. كل هذه الأمور إن فعلتها من عدم الإسراف أو عدم التبذير أو ترشيدك للأمور الحياتية فهي طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا نادت الديانات السماوية، سواء كانت مسيحية أو يهودية، نادت هذه الديانات أيضا بالترشيد في الاستهلاك. من هنا يقول ربنا جل وعلا في كتاب عزيز: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هنا المولى سبحانه وتعالى يصف المؤمنين بصفتين عظيمتين. الصفة الأولى: الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا، أي لم يسرفوا أموالهم بالتبذير على الأمور الحياتية بأشياء لا فائدة ولا طائل من ورائها. يسرف المال بطريقة لا تليق في أمور لا فائدة من ورائها، بمعنى الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا، أي لم يضيعوا المال في أمور تافهة ولم يزيدوا عن حاجاتهم إذا أرادوا الشراء أو البيع. والذين ينفقون الأموال ليس بإقتار، لم يسرفوا ولم يقتروا، أي لم يبخلوا ولم تكن يدهم مغلولة إلى أعناقهم، بل يسرفوا وينفقوا فيما أحله الله جل وعلا وفيما ينفعهم في حياتهم. لم يسرفوا الأموال تبذيرا ولم يبخلوا على أنفسهم بخلا. يبقى ما بيبخلش على نفسه، ما صرفش المال في الأمور التافهة، وكان بين ذلك قواما، كان عدلا، كان مقسطا، كان رجل يصرف أو ينفق ماله بلا إسراف وبلا بخل. الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا، لم يبذروا ولم يقتروا، أي لم يبخلوا، وكان بين ذلك قواما. دي صفتين عظيمتين لم تكن إلا في المؤمن فقط. لذلك يقول ربنا جل وعلا: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. يبقى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، أي لا تبخل على نفسك في الإنفاق حتى تجعل يدك مغلولة إلى عنقك في الإنفاق. يعني البيت محتاج لحاجة، هاتها. البيت محتاج لأمرك معين، هاته. يبقى هنا لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، أي لا تجعل يدك مقبوضة، لا تسرف أو لا تنفق على الحلال. ولا تبسطها كل البسط، أي لا تنفق المال هنا وهنا وهناك دون إدراك، لأنك لو فعلت ذلك ستقعد ملوما تلوم على نفسك وعلى ما تفعله، تتحسر على المال الذي تنفقه في غير مصادره الشرعية، أو لا تنفق المال حتى يصاب أبناؤك وبناتك وزوجتك بمصيبة البخل منك. لذلك نرى البعض عاوز يروح يشتري حاجة، يروح ينزل السوق يجيب جوافة وموز ومعرفش ايه وايه، ويجيب 3 4 5 6 اصناف وهو مروح. طب ما هي كفايه في صنف واحد،
كفايه صنفين، انما الراجل لازم ياخده 3 4 5 اصناف وهو مروح، علشان ده اسراف، ده تبذير زياده عن اللزوم. النهارده جه الصيف يقول لك عايزين نجيب للاولاد لبس صيفي، ما ينفعش اللبس بتاع السنه اللي فاتت ما ينفعش يلبسوه، طب عاوزين لبس صيفي كمان، ينزل الراجل بقى يبك ويجيب ويدفع ويعمل. طب ما القديم يتلبس، ما احنا بنلبس اللي اديله 5 6 7 سنين لورا احنا واولادنا. لا، طالما جه الصيف يبقى الهدوم القديمه دي ما تنفعش، بتاع السنه اللي فاتت دي موضه وقدمت، لازم نجيب موضه جديده. لازم، والراجل تجيب منين؟ نفس الحكايه لما تيجي الشتاء، كل اللبس بتاع السنه اللي فاتت ده، احنا عاوزين جواكت جديده وهدوم جديده. سبحان الله، اسراف. طب ما نلبسهم بتاع السنه اللي فاتت، طب بدل ما نجيب 3 4 5 حتت للولد او للبنت، كفايه حته واحده. انما ما ينفعش، لازم تغير في حته واثنين وثلاثه كل اسبوع، ده اللي هيبقى فيها عرق وفي ما اعرفش ايه، ويجب ان احنا نجيب للعيال شويه لبس. يعني اسراف بطريقه لا تليق. نيجي نعمل الاكل، تبقى السفره عليها 3 4 اصناف من الطبيخ، رز وجنبيه مكرونه، مش عارف جنبيه هنا هو كوسه، بعد الكوسه مش عارف ايه وفي ايه وفي ايه، وبقى اللحمه جنب اللحمه فراخ، جنب الفراخ ما اعرفش ايه، جنب ما اعرفش ايه الكفته، مش عارف كفته حمام ايه ده؟ ايه هي المعده هتشيل قد ايه؟ هتشيل قد ايه المعده؟ انما لازم السفره يبقى لها 3 4 انواع من اللحم، و3 4 انواع من الخضار، و3 4 انواع من ما اعرفش من ايه. وسبحان الله، اسراف. بحسب ابن ادم له قيمات، ده ربنا سبحانه وتعالى يقول له خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. ده ربنا ما بيحبش المسرف، كل واشرب ولكن لا تسرف. شكل و100 صنف، وفي الاخر ياكل له صنف او اثنين والباقي زي ما هو، يا اما يتكب يا اما يبوظ، اسراف. والست ما عملتش الثلاث اربع اصناف دي، يبقى يوم اعلم بلا ربنا، الواد ده بيحب الصنف الفلاني والبنت بتحب الصنف ومش عارف ايه. ليه طيب؟ ليه؟ عشان ايه؟ نكلف نفسنا ما لا نطيق، وفي الاخر نقول لك ده ما فيش يا عم فلوس، ده البلد مش عارف فيها ايه، ده البلد فيها ايه، ده انا بدفع كل دروس بالشيء الفلاني، ده انا مش عارف طب ما تبص لنفسك بتاكل ايه وبتشرب ايه؟ بيشرب الساجة وبعده الشاي وبعده العصير وبعده بعد شوية يروح واكل الحلويات وبعد شوية ياكل الفاكهة وبعد ايه ده؟ ايه؟ ايه ليه الاسراف والتبذير اللي احنا فيه ده؟ وتسأل الواحد يقول لك منين؟ والله ما فيه، ده احنا عاوزين يا عم نعمل نبني جامع وعاوزين كذا وعاوزين كذا، يقول لك منين؟ طيب اجيب منين؟ ده يا دوبك المرتب بيجي بيقضي يا دوبك. وهو سبحان الله اسراف وتبذير بلا داعي. نيجي النهارده ربنا سبحانه وتعالى عندما يقول وآت ذا القربى حقه والمسكين ومن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. لما ربنا بيوصف المبذر أخو الشيطان، سبحان الله العظيم، ده ربنا بيقول لك كل واشرب بس ما تبذرش. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا دون مخيلة. يعني ما فيش، يعني سبحان الله العظيم، سبحان الله، السنه ادتنا كل الاباحه، يعني اباحت لنا كل شيء، لكن دون اسراف ودون تبذير. كل واشرب والبس وتصدق، ولكن دون الامور اللي فيها يعني اسراف بلا سرف او مخيله. طب ليه بنعمل في نفسنا كده؟ ليه الست بتعمل في زوجها كده؟ عشان هي لها مرتب تجيب كل شيء. طب اعمل حساب لبكره، اعمل حساب للولد ولا البنت اللي طالعين دول، لكن مفيش. يبقى الواحد عنده شقه يقول لك ده انا لازم اجيب شقه تاني واثنين واخليهم في بعضيهم واعمل نادي وملعب كوره جوه الشقه. طب ما يا عم ربنا اداك. يقول لك لا 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 لا، اصل دي ضاقت علينا وبتاع، ولازم يبقى عندي شقه واوسع من دي هي، ولازم. سبحان الله، سبحان. وهو مش جايب الشقه، ده جايب الشقه ده عشان يجوا قدام الناس يقولوا ده انا عندي كذا. سبحانك يا رب.
وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. ليه ما تبذرش؟ ليه؟ إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. يعني اللي بيبذر المال ده وبيطلع المال في غير الوجوه الصحيحة له فهو أخو الشيطان. هو ربنا بيقولك ده شيطان، ده اللي بيعمل كده ده شيطان. ما هو أخو الشيطان شيطان، ولا هو أخو الشيطان ملاك؟ ما هو شيطان. فربنا بيقولك ده اللي بيعمل كده وبينفق المال في غير الوجه الصحيح هو شيطان. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. طب والشيطان؟ وكان الشيطان لربه كفورا. شفت بقى ربنا بيقولك اوعى تحذو حذو الشيطان تكفر بنعم ربنا، لأن الشيطان كفر بنعم ربنا عليه، أتت عليه اللعنة. أنت لو أنت عملت كده هتأتيك اللعنة. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. تيجي الست بقى تقول لك لا ما ينفعش، ده احنا عاوزين بقى نطلع نروح ما اعرفش الصيف جه وعاوزين نروح مش عارف الفسحه، هنروح في المكان الفلاني وبعد المكان الفلاني نروح المكان الفلاني ونغير جو ونضيع لنا عم قرشين. ما احنا ليه طيب؟ علشان ايه؟ ما انتوا اولى بالفلوس دي. لا ما ينفعش، ده احنا لازم عندنا اسبوع لازم نصيف. تصيف فين؟ تصيف فين؟ ولادك محتاجه الفلوس دي وتروح تخلع بقى وعلى البلاج وما اعرفش ايه وعريانين وحاله ما يعلم بها الا ربنا. ما هي بقى فلوس ابوها فلوس، والفلوس موجوده يا سيدي، يبقى نشتري النار بالفلوس. وعجبها الست كده سبحان الله. واتوا حقه يوم حصاده. طب يا عم طلع المال زكاه ربنا اللي عليك، طلع للفقير اللي محتاج. ابدا. طب ما انا اتفسح بيهم واشم هوا بيهم. وعندك عربيه؟ لا ما ينفعش، انا احدث موديل في العربيات، انا عايز اجيب العربيه ما اعرفش نوعها ايه ولونها ايه. طب انت جبت النوع، اصل اللون مش عاجبني والله عايز اجيب تاني. اصل انا لازم اركب عربيه ما حدش راكبها في الدنيا دي، لازم اركب عربيه بالشيء الفلاني الناس كلها تتكلم عليها. يا سلام يا سلام يا اخي. ايوه ربنا سبحانه وتعالى، واما بنعمه ربك فحدث، لكن دون اسراف ولا مخيله. ما ينفعش اللي بتعمله. تمن العربيه ده كان وكل عيله كامله، شبعها اكل وشرب ولبس وكسوه وسكن. تمن العربيه ده كان شغل 100 شاب، كان بنى مصنع لشباب يشتغلوا فيه. تمن العربيه اللي انت باها بيها قدام الناس دي، ها؟ كان عمل شيء للدولة اللي انت فيها. كنت عملت به مستشفى للسرطان ولا عملت به خير لبلدك. انما انت اهم حاجة عندك ان الناس تتكلم عليك وتقول وتعيد. ومش عارف ان ربنا ممكن يبتليك بحتة مرض تغير الدم كل لحظة. مش عارف ان ربنا ممكن يبتليك بمرض ما تقدرش تركب العربية دي. سبحان الله، اسراف وتبذير هنندم عليه. ولذلك ربنا بيقول فتقعد ملوما محسورا. هيجي اليوم اللي تقول يا ريتني كنت اديت اطعمت الفقير ده، كنت لقيتها عند ربنا. يا ريتني كنت عملت وسيله مواصلات للفقراء والغلابه، كنت لقيتها عند ربنا. يا ريتني كنت جوزت يتيم ولا يتيمه. يا ريتني كنت كست أرملة ولا مشيت في مصالحها. هتندم وهتتحسر على المال اللي بتنفقه تبذير دوا. يقول الحبيب صلوات الله وتسليماته عليه إن الله يرضى لكم ثلاث ويكره ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويكره لكم ثلاثا، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. شوف ربنا بيحب لك ثلاث حاجات ويكره ثلاث حاجات. بيحب لك انك تعبده. الناس مفكرة عبادة ربنا دي ان انا ادخل الجامع واصلي اصوم
هي دي العبادة؟ لا، ده واحد من التريليون من العبادة. كل الأعمال اللي بتعملها إن كانت خالصة لله فهي عبادة. كل عمل بتعمله خالص عبادة. كل عمل بتعمله للدنيا عادة وليست عبادة. واحد بيقول لك أصل أنا بصوم، يعني بعمل كده تحمية ونشرات كده وبتاع، وده بسخن نفسي رمضان وأنا بصوم، مش عبادة. خلي الصوم لله. يقول لك أصل أنا بصلي كده بعمل كأنها بدل التمارين بصلي، واعتبر بها تمارين بالمرة ومش عارف إيه دي مش عبادة. دي مش عبادة خالصة. ده أنت كده ما بتعبدش ربنا، أنت بتعمل ده للإحماء وللبتاع، لكن ما فيش هنا صلاة. لكن قول أنا بصلي لله. قول أنا صايم لله. أنا بطلع النهاردة الزكاة عشان بكرة بعد ربنا يخلي يعني باقي العيال بتاع برضه ربنا يكرمهم ومش لا. أنت طلع الزكاة لله. لكن لا تقرن أي شيء بأي عمل تعمله إلا لله. إن قرنت أي عمل إلى غير الله فهو لغير الله. حط دي في دماغك، يبقى ربنا عاوزك تعبده يعني كل شيء تعمله لله. هتقول ده أنا بعطف على ابن فلان عشان خاطر ربنا يكرم ولادي بكرة وبعده ويعطفوا عليهم الناس، لا. أنت اعطف على فلان لأن ربنا اللي قال كده. ما تقرنش أي عمل تعمله بشيء دنيوي. يبقى أن تعبدوه العبادة الخالصة. ده أول شرط في الحديث. ولا تشركوا به شيئاً. أوعى تدخل إله مع ربنا. لا شرك خفي ولا شرك أكبر ولا شرك أصغر. أوعى تشرك بالله في أي عمل أو عبادة. ما أنت لو قلت أنا هشتغل عشان المدير هيمر عليا مصيبة. أول ما تشوف الراجل المدير بتاعك تشتغل وتاكل في روحك وبعد ما يمشي تنام مصيبتين. لا، خلي عملك كله خالص لربنا. وأنت اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. امسك في حبال ربنا، امسك في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، اعتصم بيهم من كل سوء ومن كل شر. خليهم مظلة ليك. خلي كل أعمالك تحت المظلة الإلهية والسنة المحمدية. خلي كل أمورك في طاعة الله وسنة رسول الله. بس اتحد، خلي قلبك مع قلب أخوك. ما تفترقوش عن بعض، ما يفرقوش غير الموت. وبعد الموت هتبقوا مع بعض في القبر، وهتتآنسوا بعض في القبر، وأرواحكم تتلاقى برضو في القبور، وهتعيشوا في القبر زي ما كنتوا عايشين في الدنيا أخلاء وأحباء. ويوم القيامة هتبقوا مع بعض في قصر واحد في الجنة وقصور من الجنة. كونوا عباد الله إخوان. ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قيل وقال قاعدين النهار كله، فلان راح وفلان جه، فلان عمل وفلان ما عملتش، ده ايه رايك في فلان؟ طب ايه رايك في علان؟ طب يا عم فلان ده عمل ايه النهارده؟ ده لو جاب جون هيبقى مش عارف ايه، ده لو حصل كذا هيبقى كذا، ده فلان ده راحت المكتب النهارده ومشيت بدري. قيل وقال وما رناش غير الكلام بس. كثرة السؤال تبص تلاقي الواحد بيسال 100 سؤال ما لهمش لازمه. 100 سؤال يسالهولك يا اخويا، طب اشمعنى السواك كان من شجرة الاراك؟ يا عم انت مالك؟ طب اشمعنى الفرشة بتاع الاسنان دي هي تبع كذا هي اللي احسن من كذا؟ يا اخي ما تخليك في حالك. يسأل اسئلة، كثرة الاسئلة التي لا طائل من ورائها. على طول على طول على طول. ربنا ما بيحبش ده. اضاعة المال في غير الوجه الصحيح. ربنا بيكره ده. ولذلك الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لكم ايه لما ربنا سبحانه وتعالى عاوز يدينا حته صغيره. وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسكناه في الارض وانا على ذهاب به لقادرون. ادانا حته صغيره، شويه ميه نزلوا في التجمع الخامس ولا نزلوا في مصر، الناس بقت تشد في شعرها، شوية
شوية أعاصير، شوية هوا، شوية ريح. الناس قفلت البيبان والشبابيك وقعدوا في البيوت بتاعتهم، ما حدش طلع من البيوت. لمحة بسيطة من عند ربنا خلت الناس كلها شوية برج وشوية رعد، خلت القلوب اتخلعت من مكانها. في حد رجع لربنا في الوقت ده؟ في حد قال يا رب سامحني، يا رب توب عليا، يا رب اقبل توبتي، انا توبت خلاص؟ في حد افتكر انه يرجع لربنا احسن الصعاقة تيجي والموت يجيله؟ ولا كله خاف على نفسه وعلى روحه، وقفل بيبانه وقفل شبابيكه وقفل الدنيا كلها وجاب العيال تحت باطه وقعدوا، واللي قعد على النت واللي سمع التلفزيون واللي قعد ياكل في فواكه؟ لمحة من عند ربنا يا اخي ادهالك اهي. انزلنا من السماء ماء بقدر، ده ربنا بينزل كل حاجة بقدر، ده ربنا سبحانه وتعالى قدير، اداك على قديك انت. هو انت تقدر تعادي ربنا؟ عايز ربنا بيقول لك خد لمحة صغيرة عشان ترجع لي تاني. حد فينا رجع لربنا في الوقت ده؟ كله خاف على روحه يحسن يموت وقفل وقعد. كان نفس الناس كلها تتوب لربنا في الوقت ده، كان نفس الناس كلها ترفع ايديها وتقول يا رب توبنا اليك يا رب من اللي احنا فيه واقبل توبتنا في الوقت ده. انما شوية هوا شوف عملوا فينا ايه يا اخوانا، شوية ريح ويقول لك ايه ده تقصير من الحكومة. حد يعادي ربنا؟ حكومات مين ودول مين ودول عظمى مين تقف قدام جنود ربنا؟ وناس طالع على الفيس تشتم في الحكومة وفي البلد وفي المسؤولين وفي القيادة السياسية، ايه انتوا هتقدر الناس دي تقدر تقف قدام جنود ربنا؟ اعظم دولة في العالم ربنا ممكن يغرقها بشوية مية، تقدر تقف قدام قضاء ربنا وقدره؟ طلعنا نشتم في الحكومة وفي الناس وفي المسؤولين وفي الدنيا كلها، طب اطلعوا توبوا لربنا. هتعمل ايه؟ ما ممكن شوية المية تاخد الحكومة بالبلد كلها يا اخي. هنقدر نقف قدام ربنا؟ طب ارجعوا لربنا بدل ما انتوا طالعين على الفيس ووسائل البتاع التواصل تشتموا في الناس. طب ارجع ربنا، انت كنت نايم في بيتك ومقفل وكان فيه جنود واقفالك يا اخ على الحدود حمياك، مش هممها عواصف ولا تراب ولا مطر ولا رعد ولا برق، كان فيه رجال واقفه في الشارع بتحميك وانت قاعد في بيتك، كان فيه رجال شرطه ورجال جيش واقفالك بالمرصاد حمياك، ما ادعيتش للناس دي ابدا، ما افتكرتش الناس دي وادعيتها، قلت الناس دي تعبانه عليا وواقفين في الشوارع وعلى الحدود، ما فيش، افتكرت في نفسك بس. طالما ربنا بيديك لمحه بيذكرك. ثلاثه لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم يوم القيامه ولهم عذاب اليم. ثلاثة، ربنا لا هيكلمهم ولا ينظر لهم ولا حتى هيبقى فيه بصيص من الأمل من الرضا من ربنا للثلاثة دول، ولهم عذاب أليم. رجل باع سلعة، لقد أعطى أكثر مما أعطى وهو كاذبا، ورجل حلف على يمين كاذبة، رجل حلف على يمين كاذبة ليقتطع مال رجل مسلم. مصيبة، مصايب يا اخوانا بنقع فيها ومش دريانين. ورجل منع فضل ماء فيقول له الله او يقول الله لقد منعتك فضل مائي كما منعت من لم تعمل يدك. شوفوا، راجل بيبيع وما اكثرنا في هذا الامر، يقول له والله العظيم دي وقع عليا بعشرة جنيه وانا هاخد منك فيها خمسين قرش ولا جنيه. هو طلب منك تقول له وقع عليك بكام؟ هو طلب منك تقول له دي سعرها كام؟ انما هو بيحلف
انها وجع علي بكذا وهاخد منك كذا. ان كنت كاذبا لا ينظر الله اليك ولا يكلمك ولك عذاب اليم يوم القيامه. مش انت اللي طلبتها وقلت والله العظيم العربيه ده وجع عليا بكذا وهاخد كذا، والله البيت ده وجع بكذا وهاخد كذا، ما طلبش منك وجع عليك بكذا. ورجل اقسم بالله كاذب وهو عارف انه كذاب علشان خاطر يظلم اخوه، بيحلف بالله شهادة الزور، بيحلف بالله على الزور، بيحلف بالله ان شافه في حالة كذا، بيحلف بالله ان هو كذا، بيحلف بالله ان هو عمل دي، بيحلف بالله انه قتل، ما هو ما ارتكبش ده كله، انما بيحلف على اخوه ان اخوه عمل كده وهو عارف ان ده كذب، وبيكذب وباع دينه بدنياه، وباع الدين بشويه فلوس، وباع الدين بفيلا ولا بعماره، وباع عياله وشرف عياله بالفلوس. خلاص لك ايه عند ربنا تاني؟ منتظر ايه تاني من ربنا؟ ورجل منع فضل ماء، ده ربنا اللي بينزل الميه من السماء، ده ربنا هو اللي منزل كل ده. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. الماء اللي أنتم بتشربوه أأنتم أنزلتموه من السحاب، السحاب اللي بتنزل منه المطر، أنتوا اللي بتنزلوا المطر، أنتوا اللي في إيديكم حاجة زي دي، الماء اللي بتشربوها دي من عند ربنا، من عنده هو، ما تمنعوش الميه عن الناس، هتموتوا الناس، حرام حرام. اللي بيطلب منك كوبايه ميه اديله كوبايتين، يا هناك اللي بتوصل ميه لواحد ما عندوش ميه، يا فرحتك عند ربنا في يوم الظمأ الناس كلها بتبقى عطشانه وانت رويان انك وصلت ميه لواحد عاوز يشرب ميه هو وعياله، عاوز يشرب ميه لشويه طيور تشرب ميه تاخد ثوابها انت، بهيمه تشرب تاخد ثوابها انت، طفل رضيع يشرب من الميه دي تاخد ثوابه انت، انما تمنع الميه عن الناس، مش انت اللي معاك الميه، مش انت اللي في ايدك الميه، مش انت ولا غيرك، دي في ايده هو، دي في لحظه يجلب الشرق على الغربي، في لحظه الارض كلها تبقى ميه، في لحظه. أأنتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه اجاجا غير صالح للاستعمال، مالح ما تقدرش تستخدمه، فلولا تشكرون. اشكروا ربنا على النعم، ما تمنعوش الميه عن الناس، ما تخترعوش حاجات ربنا يعاقبنا بيها، ارجعوا لربنا تلاقوا ربنا اداكم كل اللي انتوا عاوزينه. ادعوا الله في السر وانتم موقنون بالنجاح. الحمد لله رب العالمين. يبقى الاسراف والتبذير في كل الأمور الحياتية غير مقبول، حتى شوية المية اللي ربنا بيديهم لك ما تسرفش ولو على نهر جار، على نهر، حتى في الوضوء. لما سيدنا النبي شاف سيدنا سعد بن أبي وقاص صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه لقيه بيسرف في مية الوضوء، قال أتسرف في ماء الوضوء يا سعد؟ قال أفي الوضوء سرف يا رسول الله؟ ما هذا السرف يا سعد؟ أفي الوضوء سرف يا رسول الله؟ قال ولو كنت على نهر جاري، تعال النهاردة شوف المية بيعملوا فيها إيه. شوية المية النفحة بتاعت ربنا بنغسل بها العربيات، وبنغسل بها الشوارع، وبنغسل بها، يعني مش سايبين حاجة.
يعني ربنا ادانا نعمة ما نحافظش عليها؟ ربنا اداك نعمة المية حافظ عليها. نفس الدولة تسن قانون اللي بيرش مية في الشارع وتطبقه. نفس المسؤولين في الدولة القيادة السياسية بنفسها تحط قانون اللي بيرش مية في الشارع وغرامة فورية يا إما حبس. ويطبقوا القانون، لو يطبق القانون على واحد ولا اتنين في كل بلد كله هيخاف. نفس كده يكون في قانون مفعل في الدولة. رش المية في الشارع عقابه كذا وجريمته كذا وفلوسه كذا يا إما كذا. واي حد يشوف يحطونا رقم تليفون مبسط نتصل بيه نقول لهم في واحد بيرش في المكان الفلاني تعالوا شوفوه. نفسنا واحد بيغسل العربيه بتاعته وسايب الخرطوم وعمال يدعك وخلاص، واحد جوه الجنينه بتاعته عمال يسقيها بالميه اللي بنشرب بيها، يروي الشجر ويروي الزرع في الجنينه بتاعته بالميه اللي هنشربها اللي مكلفه الدوله مليارات. يا اخوانا اللي ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اللي ربنا بيديله نعمة ما بيحافظش عليها بياخدها منه. اللي ربنا بيديله نعمة الفلوس وبيصرفها في الكلام الفاضي بياخدها منه. اللي ربنا مديله نعمة الصحة ومش مستغلها في طاعة ربنا بياخدها منه. حافظوا على النعم اللي ربنا اديها لكم، حافظوا على النعم دي ما تفرطوش فيها. ده واحد يا اخوانا راح عشان يعمل زرع كلى، اشترى الكلى ب 250 الف جنيه وما نفعتش، وانت ربنا اداك كلى وشغاله احمد ربنا بيها. احمد ربنا يا اخي وش، وارجع لربنا وتوب واندم. 250 الف راحوا في الهوا ومعرض للموت ومش قادر يعمل حاجة والدكاترة واقفة مكتوف الأيدي، وانت ربنا اديلك كليتين شغالين زي الفل، ترجعش ربنا وتتوب تندمش على اللي بتعمله؟ ده واحد دخل علشان خاطر، دخل عنده مرض في الجهاز الهضمي، أغلقوا لي فتحة الشرج، اغلقوا له فتحة الشرج وعملوا له مخرج للفضلات من مكان تاني. انت فين؟ انت ناسي نعم ربنا عليك؟ ناسي نعم ربنا عليك؟ ها؟ لما فتحة الشرج الطبيعية اغلقوها وعملوا له مكان تاني لاخراج الفضلات، تحمدش ربنا على النعم دي؟ تتوبش ربنا وتندم؟ تكفلش بابك على روحك وتقول يا رب تبت؟ تمسكش المصحف تاني؟ تدمش وتشوف الغلبان والفقير؟ ما تحمدش ربنا على نعمة الصحة؟ تحمدش ربنا على نعمة العيال؟ ما تحمدش ربنا على اللي انت فيه؟ يا اخي ارجع لربنا قبل رمضان عشان يجي عليك رمضان وتيجي الايام الحلوة دي وانت نقي. ربنا بيحبك، اعمالك ترفع في شعبان وربنا راضى عنك. توب طب واندم وامسك عيالك خلوهم يتوب وزوجتك خليها تتوب واندم لربنا واخدم بلدك واهلك وناسك ووصل رحمك. اللهم انا نسالك يا ربنا ان تغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت يا رب اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم لا تكشف الستر عنا، اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم ان كنا مخطئين فاغفر لنا يا رب العالمين، نادمين اليك فتب علينا يا تواب يا رحيم. اللهم اجعل هذا البلد امنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم حافظ على جيشنا وشرطتنا ومصرنا وليننا وأرضنا وسمائنا يا رب العالمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الشيخ إبراهيم يعرف بعض الفقراء إلى ربنا يمنحه بشيء الدخول. الله أكبر ولا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
يعتدل يرحمني ويرحمكم الله. أسأل الله جل في علاه أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.